اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج مساحه للراي. شهد قطاع النقل في مصر انجازات كبيره ومشروعات ضخمه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، فقد اولى الرئيس اهتمام خاص بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه احد اهم ادوات تنفيذ خطط التنميه الشامله بالبلاد وتحقيق رؤيه مصر في التنميه المستدامه 2030. من هنا يمكننا القول أن شبكة النقل وما شهدته من تطور أعادت تشكيل الخريطة التنموية في مصر وجعلها محط أنظار العالم حول جهود الدولة لجعل مصر مركز لوجستي عالمي. بدور نقاشنا النهاردة مع ضيفنا الدكتور محمد صادق، أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان ومدير مركز الاستشارات الهندسية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. منورنا. هستأذن حضرتك قبل ما نبدأ الحوار، هنتابع هذا التقرير ومن بعده نبدأ النقاش. في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث منظومة قطاع النقل وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتحقيق رؤية مصر في التنمية الشاملة والمستدامة 2030، أولت الدولة هذا القطاع اهتماما كبيرا بوصفه العصب الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن تقديم مستوى خدمي لائق للمواطنين بأعلى معايير السلامة والأمان، حيث تم وضع خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل من شبكة طرق وسكك حديدية وشبكة الجر الكهربي والموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية اعتمادا على الطاقة الخضراء النظيفة لخفض انبعاثات التلوث بإجمالي تكلفة 1.669 تريليون جنيه. فضمن المشروع القومي للطرق الذي تخطط ميزانيته 470 مليار جنيه، تم إنشاء 7000 كيلو متر من الطرق الجديدة كلية، ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية إلى 30500 كيلو متر، إلى جانب تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ما يقرب من 10000 كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية القديمة. وتعد شبكة السكك الحديدية في مصر واحدة من أكبر الشبكات في إفريقيا، ففي إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية يتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى، ستوفر قطارات شحن بين مينائي الإسكندرية والسادس من أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه مؤخرا، مع مسار بديل يقع غرب القاهرة الكبرى. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر لتسهيل حركة التجارة الداخلية. إنجازات غير مسبوقة لا يمكن حصرها للشبكة القومية للنقل، أسهمت في ربط محافظات مصر ببعضها، ما أدى إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة صناعية وزراعية وخلق فرص عمل جديدة عززت من فرص الاستثمار والتنمية في البلاد. مرحبا بكم من جديد. ضيفي في الاستوديو استاذ دكتور محمد الصادق، استاذ هندسه الطرق بجامعه حلوان، مدير مركز الاستشارات الهندسيه. 1.7 تريليون جنيه تم ضخها في قطاع النقل، استراتيجيه متكامله، كيف تراها؟ بدات 2014، اين وصلنا؟ الحقيقة زي ما سيادتك تفضلت وذكرت، هي استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع النقل على اعتبار ان هو يعتبر من اهم القطاعات اللي بتحقق التنمية المستدامة للدولة المصرية في سبيل الوصول الى رؤية مصر 2030 ثم رؤية مصر 2050 ان شاء الله. قطاع النقل بيشمل حاجات كتير، طبعا السادة المشاهدين سمعوا قبل كده عن المشروع القومي للطرق، ولكن الموضوع ما هوش طرق بس، يعني الطرق مرتبطه بكباري، مرتبطه بانفاق، ده كله هنسميه نقل بري، بالاضافه الى النقل بالسكك الحديديه ايضا هو نقل بري. حصل الحقيقه تطوير شامل في قطاع السكك الحديديه، وهنتكلم يمكن بالتفصيل النهارده برضه ان شاء الله عن الخطوط الجديده اللي جرى انشائها او الخطوط اللي جرى ازدواجها او منظومه السكك الحديديه الصديقه للبيئه.
ثم نركز على ما يحدث في قطاع النقل البحري باعتباره أنه هو أحد أهم القطاعات المهمة بالنسبة لمنظومة النقل. وأيضا عندنا قطاع النقل الجوي اللي شمل تطوير معظم مطارات الجمهورية. نعم. حتى مطارات شمال وجنوب سيناء أيضا حصل فيها تطوير شامل في الفترة اللي فاتت. طيب يعني أنا عاوزة أبدأ بتطوير السكة الحديدية اللي يعني هو الأكثر كثافة وكان الأكثر مشاكل أيضا. هو الحقيقة تطوير السكة الحديدية شمل أكثر من اتجاه. أحد الاتجاهات اللي هو تطوير نظام الأمان على السكة الحديدية من ناحية المزدانات والإشارات والأنظمة الإلكترونية، وأيضا تطوير السكة نفسها واستبدالها وتغييرها في الأماكن اللي كان فيها مشاكل. شمل هذا التطوير أيضا ازدواج لمجموعة من الخطوط جاري تنفيذها دلوقتي في الوقت الحالي، من ضمنها الخط اللي هو عدل منصور الروبيكي إلى مدينة السلام الروبيكي، وأيضا من الروبيكي إلى بالبيس، وأيضا من بين المنصورة ودمياط وأليوب طنطا. يعني خطوط سكة حديدية كتيرة جدا، أكتر من 9 خطوط. أيضا إنشاء خط المناشي أكتوبر، دخلنا في أكتر من 9 خطوط جاري تطويرها وازدواجها في الوقت الحالي. أيضا دي كلها السكة الحديدية القديمة اللي هي شغالة بالديزل بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تطوير العربات نفسها والجرارات نفسها واستيراد وتصنيع عربات جديدة لتطوير الأسطول نفسه. الجديد هو الاعتماد على وقود صديق للبيئة ومنظومة النقل الكهربائي اللي جاري تنفيذها دلوقتي، اللي أذكر منها باختصار القطار الكهربائي السريع اللي موجود منه 3 خطوط، أولهم من العين السخنة في شرق الدولة إلى العالمين، ومنها إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومتر لخدمة العاصمة الإدارية، وربطها مع الجلالة والعين السخنة، وربطها مع العالمين الجديدة، وربطها أيضا مع الإسكندرية ومرسى مطروح بطول 660 كيلو. الخط ده سرعته إن شاء الله هتكون 250 كيلومتر في الساعة. وأيضا هناك قطار بضائع على نفس الخط بسرعة 120 كيلومتر في الساعة. وعند الخط الثاني اللي هو من أكتوبر لأسوان وأبو سمبل، ده برضه بنفس السرعة ونفس الكفاءة، يستطيع قطع المسافة من أكتوبر إلى أسوان في 4 ساعات. والخط الثالث اللي من ساحل البحر الأحمر. طب أنا عايزة أسأل على جزئية يمكن تهم المواطن، هل أثرت تلك التطويرات على الأسعار وعلى يعني تكلفة التذكرة؟ بالنسبة للمنظومة القديمة اللي بتشتغل بالسولار بجابة تطويرها، وأكيد تمن التذكرة حصل فيه تحريك بسيط. إنما المنظومة الجديدة اللي بنتكلم عليها مقابل الخدمة أكيد ما بنتكلم في تحسن خدمات، بنتكلم في عربات جديدة أو مجددة محدثة، مجررات حديثة كلنا شايفينها على كل الخطوط، بنتكلم على ازدواج، أزمنة التأخير بدأت تقل، الحوادث بدأت تقل. المواطن يعني هنقول حس بتطور في منظومة الخدمة بشكل عام. فده في مقابل سعر وزيادة طفيفة، وده شيء طبيعي. المنظومة الثانية اللي بتكلم عنها اللي هي النقل الكهربائي دي لسه ما اشتغلتش. اشتغل منها خط واحد بس اللي اسمه LRT اللي بين إلى ركاب من محطة عدل منصور في مدينة السلام إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وده شغال بقاله 7 شهور، بيخدم من مدينة السلام العبور والشروق وهليوبلس الجديدة والمستقبل وبدر وربيكي، وبعدين بيدخل لغاية العاصمة عند في محطة مدينة الثقافة والفنون. ده شغال بالفعل ولسه له كمان مرحلتين، في مرحلة هيمتد داخل العاصمة إلى المحطة المركزية، وفي جزء تاني هيدخل داخل مدينة العاشر من رمضان. أنا عفوا لأن أنا مش عايزة إن احنا نسترسل في قطاع واحد ونغفل باقي القطاعات، لأن لا تنمية عمرانية ولا اجتماعية ولا اقتصادية دوننا الحديث عن النقل والطفرة اللي حصلت في الطرق والكباري اللي ساعات كتير بنلاقي بنسمع انتقاد لكنها شريان فتح فرص عمل، وصل يعني مصانع وشركات بمناطق عمرانية. كيف ترى هذا وشكل الطفرة التي حدثت شكلها ايه؟ هو خلينا نقول ان الشرايين الطرق او محاور الطرق اللي بتكلم عنها هي تعتبر شرايين التنمية. لا يمكن يحصل اي تنمية، سواء تنمية عمرانية أو زراعية أو صناعية أو حتى سياحية، إلا بوجود طريق أو وجود خط سكة حديد أو وجود وسيلة نقل حضرية.
علشان نقدر نخلق أي مجتمعات جديدة لابد من وجود هذه الشرايين اللي أهمها طبعا بنتكلم على شبكة الطرق. طبعا أيضا ما فيش مستثمرين هتقدر تيجي البلد إلا لو كان في شبكة بنية أساسية قوية. نعم حقيقي. هيبقى عارف هينقل المواد الخام بتاعته إلى أماكن التصنيع إزاي ومن التصنيع للاستخدام، وإذا كان في تصدير أو استيراد حركة ربط الأماكن دي بالمواني الموجودة لازم يكون ربط جيد، وده طبعا يجرنا إلى تطوير المواني وما يحدث في المواني المصرية. أنا فيما يتعلق بالطرق أيضا يعني أذكر على ما أذكر أحد التقارير ذكرت في الاستثمار في مصر أو مانعة للاستثمار في مصر هي الزحام المروري الترافيك، إنه كان المستثمرين بيقولوا إحنا بنتنقل من مكان لمكان في ساعات كثيرة ما بالك البضائع وما إلى ذلك. أثرت إزاي ما الطفرة اللي حصلت في الطرق يعني لاتذاب الاستثمارات؟ ما فيش شك إن محاور الطرق الجديدة اللي تم إنشائها في الثمان سنوات اللي فاتوا قللوا كتير جدا من الازدحام وقلل جدا من زمن الانتقال بين المدن. ارتفعنا في التصنيف العالمي يا دكتور؟ ارتفعنا فنن، كنا في مركز 128 أصبحنا في مركز 23، وده مركز بالنسبة للعالم هو متقدم جدا. خلينا أقول لحضرتك الناس اللي بتشتكي من الازدحام قد يكون الازدحام يعني داخل مثلا القاهرة ما زال، ولكن بين المدن الطرق النهاردة أصبح فيه أكتر من بديل وأصبح المسافات أقل بكتير من زمان. طبعا طفرة مشهودة داخل القاهرة أيضا. ده خلينا أقول لحضرتك تانية، ما في انتقال إن شاء الله لكل الوزارات العاصمة الإدارية الجديدة، أتوقع إن شاء الله القاهرة هتفضى. يعني إن شاء الله كل الوزارات والحكومات لما تتنقل خارج القاهرة الدنيا هتبقى حاجة تانية خالص، يعني أتوقع إنها هتبقى فاضية إن شاء الله. حضرتك تطرقت في كلامك الآن عن الموانئ، عدد الموانئ اللي تم تطويرها والموانئ التي استحدثت والموانئ الجافة. هو خلينا أقول لحضرتك إن جميع الموانئ بيحصل فيها تطوير شامل في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي. المواني الجافة حاليا بينشأ مواني جافة في كل المحافظات تقريبا، اذكر منها اكتوبر واذكر منها العاشر من رمضان واذكر منها مدن كتيرة جدا في الصعيد، لكن خلينا ركز النهاردة على ما يحدث في ميناء العين السخنة واعتباره من اهم المواني المصرية على البحر الاحمر. هذا الميناء المستهدف للدولة المصرية انه يكون فعلا اهم ميناء واهم مركز تجاري على البحر الأحمر. وما تم في الأيام القليلة الماضية من توقيع اتفاقية مع تحالف دولي شهير جدا ذو سمعة وخبرة أكثر من 50 عام في مجال إدارة نقل وتداول الحاويات. هذه الاتفاقية اللي وقعت مع هيئة مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي بتمثل الدولة المصرية في هذه الاتفاقية بتتضمن أن التحالف الدولي ده هيقوم بإنشاء البنية الفوقية وهيعمل إدارة وتشغيل وصيانة ثم نقل للحكومة المصرية في خلال 30 سنة بالضبط. فكرة البي او تي. طيب أنا يعني أنا مهتمة طبعا أن احنا يعني نسترسل في هذه النقطة، لكن هنتابع ما ذكرته الصحافة ومن ثم نرجع تاني للحوار مع ضيفي في الاستوديو. جولتنا من اليوم السابع، حيث أبرزت استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لممثلي كبرى الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسويسرية العاملة في إدارة وتشغيل خطوط الملاحة ومحطات الحاويات الدولية. ونقلت الصحيفة تأكيدات السيسي لسعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي لخدمة التجارة العالمية، كما ألقت الضوء على تفاؤل الشركات العالمية بمستقبل الاستثمار في مصر لما لمسوه من فكر متطور في إدارة مناخ الأعمال. أما الجمهورية فقد رصدت جولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، والتي شملت العديد من مشروعات القطاع الخاص المتخصصة في صناعات هامة تستهدف التصدير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء السخنة. وأوردت الصحيفة عن مدبولي حرص الدولة على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية والعمل على تهيئة البيئة لتوسعها وتطويرها لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد. وفي الوطن يرى الدكتور إبراهيم مبروك أستاذ النقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة الأزهر أن منظومة النقل التي يتم تنفيذها حاليا تتحقق أهميتها في عملها مع بعضها البعض كالقطار الكهربائي السريع والخفيف ومترو الأنفاق والمونوريل، موضحا أن الدول الكبرى لجأت لمثل تلك المنظومة لحل مشاكلها المرورية، فهي تسهم بشكل كبير في تقليل الحوادث والتلوث فضلا عن توفير مبالغ مالية هائلة.
وأخيرا ومن الأهرام وتحت عنوان التشغيل التجريبي لميناء أكتوبر الجاف ضربة البداية لمركز لوجستي عالمي. كتب هاني عمارة: مع بدء تشغيل ميناء أكتوبر الجاف تجريبيا تكون مصر قد بدأت ضربة البداية والخطوة الأولى في سلسلة الموانئ الجافة والمراكز التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي لخدمة التجارة العالمية. مرحبا بكم من جديد. ضيفي في الاستوديو استاذ دكتور محمد الصادق، استاذ هندسه الطرق بجامعه حلوان، مدير مركز الاستشارات الهندسيه. وتوقفنا قبل الفاصل عند تطوير الموانئ البحريه خاصه ميناء السخنه، لكن عايزه برضو اعرف ايه هي اوجه تطوير الموانئ. يعني ايه بنطور؟ هل يعني الغاطس، هل جعلها مناطق لوجستيه؟ يعني ايه تطوير الموانئ يا دكتور؟ بداية لازم أذكر الأول الموقع الجغرافي المتميز الفريد للدولة المصرية اللي مش موجود في أي مكان في العالم. مش دولة بتطل على البحر الأحمر المتوسط وتتمتع بالموقع المتميز لمصر. نعم. زي بلدنا. نعم. ميناء العين السخنة هو ميناء كبير، ميناء رئيسي، ميناء دولي، ميناء معروف طبعا. الدولة المصرية هدفها تطور هذا الميناء بحيث يكون أهم ميناء على البحر المتوسط. تطوير الميناء الحقيقة حاجات كتير جدا، هو بداية من الماستر بلان او المخطط العام للميناء بيحصل فيه تطوير. انا عايزه بس نبص على الموانئ كلها، يعني برضو مؤخرا ميناء العريش، ميناء دمياط، يعني التطور اللي شمل اتفضل. يعني هي البدايه بتبقى حاجه اسمها ماستر بلان او المخطط العام للميناء. هيبقى ايه النظره المستقبليه للميناء، هيبقى شكله ايه. فطبعا بيبقى فيه استحداث محطات حاويات، استحداث ارصفه، تعميق للغاطس، إمكانية وقدرة على استقبال السفن العملاقة. يعني ميناء العين السخنة إن شاء الله بعد كده هيستقبل سفن بطول 400 متر، وده يعتبر يعني حجم من السفن الكبير. تطوير الميناء بيشمل الوسائل النقل، وسائل التحميل والأونيش والصيانة وكل الحاجات دي، والأحواض داخل الميناء، كل الكلام ده يعتبر تطوير للميناء. ده بالنسبة لميناء السخنة. اللي بيحصل في جميع المواد المصرية سيادتك ذكرت ميناء دمياط وميناء العريش وأيضا ميناء جغبوبل على البحر المتوسط، كل المواد المصرية بيحصل فيها التطوير دوت، وأيضا تحسين وتطوير وتقوية لحاجز الأمواج اللي بيحجز الأمواج عن الميناء وبيأمن دخول وخروج السفن للمنطقة المحمية داخل الميناء. كل الكلام ده بيدخل في نطاق فكرة تطوير الميناء. ما يحدث في ميناء العين السخنة ذكرت على الاتفاقية اللي تم توقيعها من يومين فقط، وده طبعا هيرفع من شأن هذه الميناء ويخليها قادرة على استقبال أكبر السفن العالمية، وقادرة على المشاركة في حركة البضائع، وأيضا هتكون من أكبر المراكز اللوجستية اللي تقدر إنها تدخل عملات صعبة للدولة، تساعدها جدا جدا في تنمية الاقتصاد القومي. طب ماذا عن النقل الجوي؟ ايه الطفرة التي طالته يا دكتور؟ النقل الجوي يا فندم، تطوير المطارات المصرية فعلا في كل المطارات تم تطوير، بالإضافة إلى بعض المطارات أصبحت حاليا بتشتغل استخدام مشترك. أذكر أيضا ما حدث، بمعنى ايه استخدام مشترك؟ استخدام مدني وغير مدني. ايضا بذكر في محافظه جنوب سيناء مطار شرم الشيخ ما حدث من تطوير السنه اللي فاتت قبل مؤتمر كوب 27. بالظبط، قبل مؤتمر كوب 27 واستقبل ضيوف من العالم كله، وكان على اعلى مستوى المطار، يعني كان حاجه جميله جدا. ايضا في سيناء حاليا جاري تطوير مطار في سانت كاترين، وايضا تم تطوير مطار في البردويل. سيناء اصبح النهارده فيها مطارات دوليه على اعلى مستوى، بالاضافه الى المطارات اللي داخل المدن، مطار اسوان مثلا او مطار الاقصر او القاهره، كل المطارات، مطار في العاصمه الاداريه طبعا، كل المطارات دي وسفنكس، مش عايز انسى حاجه، يعني المطارات المصريه كلها راس صدر. طب اهميه هذه المطارات ايه؟ هل هي هتكون مطارات دوليه ايضا؟ ماهيتها ايه؟ هي كل المطارات دي مطارات دوليه، تستطيع استقبال رحلات دوليه،
كل ده بيدعم لي حركة السياحة من ناحية، بيدعم لي حركة التجارة من ناحية، ما هو التجارة ممكن تتم بالنقل الجوي أيضا مش نقل البحر بس، وحركة السياحة سياح كتير جدا لو ما كانش في مطارات على أعلى مستوى في شرم الشيخ مثلا والغردقة، طب حركة السياحة هتتأثر. فاحنا طبعا كل المطارات دي حاليا بيتم فيها مشروعات تطوير على أعلى مستوى، مطار القاهرة طبعا تطوير دائم ومستمر ما بينتهيش عشان نواكب حركة النقل الجوي العالمي اللي في كل العالم اللي شغالة في الوقت الحالي. برضو يعني قبل ما اسيب نقطة المطارات، ليه ما فيش مطارات، ما فيش طيران مباشر مع دول أفريقية، مع يعني اهتمام سيادة الرئيس بأفريقيا الآن، وإن احنا مصر هي بوابة أفريقيا ودايما بتذكر في كل محفل إن احنا مدخل افريقيا. في طيران مباشر مع بعض الدول الافريقيه وبعض الدول الثانيه من خلال ترانزيت، يعتمد فندم على حركه النقل وعدد الرحلات المطلوبه، ففي ناحيه اقتصاديه لازم تدرس، وبالتالي الشركات بتحدد اذا كنا محتاجين طيران مباشر ولا لا، ولو كنا محتاجين وهيكون رحله في الاسبوع ولا رحله في اليوم على حسب حركه النقل اللي بين مصر وبين الدول دي. هي طبعا هي في طريقها للتنميه، في طريقها للتطوير، لكن لازم نكون عارفين ان اي دوله افريقيه نستطيع الوصول اليها لو ما كانش بطيران مباشر هيكون من خلال ترانزيت في دول اخرى. طيب يعني عايزه اختم بهذه الجزئيه الهامه، النقل الاخضر اين نحن وايه الاستراتيجيه الموضوعه، لان ده اتجاه العالمي الان. النقل الاخضر المستدام الحقيقه الدوله المصريه تبنت هذه الاستراتيجيه، وانا اتكلمت على ثلاث خطوط للقطار الكهربائي السريع، ده يعتبر نقل اخضر مستدام. ايضا خط المونوريل شرق النيل اللي بيخدم العاصمه الاداريه اللي على وشك الانتهاء، والخط الاخر غرب النيل اللي بيخدم اكتوبر وزايد، ده كله استخدام الغاز الطبيعي وما الى ذلك. يعني في منظومه النقل ككل ايه الاستراتيجيه الموضوع واهم المحطات؟ استخدام الكهرباء واستخدام الغاز الطبيعي بدلا من استخدام الوقود التقليدي اذا كان السولار او البنزين، هو ده في طريقه الى تقليل من التلوث البيئي، تقليل من العادم، بينعكس بشكل ايجابي على صحه المواطن المصري، وبيتماشى مع الاستراتيجيه الدوليه للعالم كله انها تحافظ على المناخ. ليه مردود اقتصادي؟ ليه مردود اقتصادي طبعا غير المردود البيئي، نتكلم على المردود البيئي، المردود الاقتصادي طبعا يكفي ان هو انت بتحافظ على صحه المواطن، نمره واحد. نمره اتنين، الغاز الطبيعي بالنسبه لمصر لو اعتمدنا عليه هو وسيله ارخص بالنسبه لنا، الناس كلها عارفه الكلام ده، وحضرتك سياره ملاكي وغيرناها من البنزين للغاز الطبيعي، مؤكد له مردود اقتصادي. ما بال حضرتك على مشروعات النقل الجماعي، لو استبدلنا الوقود البنزين او الديزل الى الغاز الطبيعي، مؤكد هيكون له مردود. ده قائم بالفعل في النقل العام يا دكتور؟ في طبعا في اتوبيسات شغاله بالغاز الطبيعي، وبعدها اشتغل في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، كان في عدد كبير من الاتوبيسات شغاله بالغاز الطبيعي. والكهرباء الاتوبيسات الكهربائيه بدات الاثنين يا فندم موجودين، والسياره الكهربائيه كمان في طريق انها تنتشر ان شاء الله. دي كلها وسائل يا فندم صديقه للبيئه، بتدخل تحت منظومه النقل الاخضر المستدام. يعني لا تنميه دونما الاهتمام بقطاع النقل والطرق. بشكر ضيفي استاذ دكتور محمد الصادق، استاذ هندسه الطرق بجامعه حلوان، مدير مركز الاستشارات الهندسيه. بشكر فريق عمل مساحه للراي، الشكر موصول لكل من تابعنا، شكرا لكم.